السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في قناتنا المتواضعة. بصراحة كده انا ما كنتش ناوي اتكلم عن الموضوع ده في القناة لان في ناس كتير قوي عارفاه، وفي ناس كتير منكم ممكن ما يعجبهمش الفيديو ده خالص. بس في الفترة الأخيرة دي لقيت ناس بتقول كلام كتير قوي غلط لناس تانية، يعني مثلا لو حد عايز يعمل الطريقة بتاعت النهاردة دي مثلا فيلاقي حد تاني يقول له لا ده انت لازم تسطب برنامج على الكمبيوتر وبرنامج على الموبايل وحاجات كتير قوي كده ملهاش أي أساس من الصحة أو ملهاش أي داعي أصلا. وزي ما حضراتكم عارفين طبعا إن في طائفة معينة من الناس وأنا أولهم طبعا بتحب تستخدم الكمبيوتر أكتر ما بتستخدم الموبايل، بس في أبلكيشنز كتير أو تطبيقات بتبقى معمولة للموبايل صرف، يعني بتبقى أصلا معمولة للموبايل زي الواتساب كده. هنشوف مع بعض النهاردة الطريقة اللي تقدر تفتح بيها الواتساب من على الكمبيوتر بدون أي برامج وبدون أي مشاكل خالص. بس في البداية لو حضرتك مش مشترك في القناة ياريت تنزل تحت وتتكرم وتتعطف وتعمل اشتراك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان دي حاجة اللي بتحركنا وبتدعمنا وبتخلينا نقدر ننزل فيديوهات أكتر وأكتر وأكتر. ولو عاوز اسمك يظهر في الفيديو اللي جاي انزل تحت في التعليقات وسيب تعليق حلو على ذوقك. ومن أحسن التعليقات اللي كانت في الفيديو اللي فات من عادل عادل ومحمد ممدوح وسارة علي حسين مصطفى وعبد إبراهيم ومحمود رجب رجب وعماد حمدي وبرايت ريد سي وصاصة الليبي وكوين رؤى وأحمد النينو وأم سارة ومصطفى بايب فتر وأحمد فرغلي ومحمد يحيى والنجم عادل وشح. بشكرهم جدا طبعا. نشوف مع بعض الطريقة، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لحضراتكم مرة تانية عشان نشوف مع بعض الطريقة اللي تقدر تفتح بيها الواتساب من على الكمبيوتر. الطريقة سهلة وبسيطة ما تحتاجش أي برامج. كل اللي حضرتك هتعمله انك هتفتح صفحة جوجل بالشكل ده وهتكتب في البحث واتس اب ويب وهندوس انتر بالشكل ده وهنختار اول نتيجة بحث اللي هي مكتوبة هنا دي. تمام، نفتحها مع بعض كده صفحة تانية. تمام، دي الواجهه اللي هتظهر معانا بعد ما نفتح الموقع اللي احنا فتحناه دلوقتي. طيب كل اللي حضرتك هتعمله ايه دلوقتي؟ ننزل بالكاميرا تحت كده شويه بس عشان ما تنزلش على الصوره. تمام، كل اللي حضرتك هتعمله دلوقتي انك هتجيب الموبايل بتاعك بالشكل ده. تمام، ننزل تحت كده شويه وهتفتح الثلاث نقط دول بالشكل ده كده وهنختار حاجه اسمها واتساب ويب. هيفتح لنا الكاميرا دي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. تمام، هنحط الكاميرا دي في الكود اللي احنا شفناه من شويه هيفتح معانا الواتساب على طول. طيب نشوفها مع بعض دلوقتي. نرجع الكاميرا تاني كده على الكمبيوتر. تمام، وهنجيب الموبايل كده زي ما حضراتكم شايفين موبايل اهو. تمام، وهنجيبه نحطه هنا قدام الكود ده بالشكل ده. هيفتح معانا الواتساب على طول بدون اي مشكله زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، وهتقدر تتصفح كل حاجه منه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. طريقه سهله وبسيطه جدا وما فيهاش اي مشاكل، وتقدر تتصفح وتكتب منها مع اي حد اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله، الموضوع سهل جدا. وبكده دي كانت الطريقه اللي تقدر تفتح بيها الواتساب من على الكمبيوتر بكل سهوله وبدون اي برامج. اتمنى انها تكون عجبتك. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.